رئيس الجمعية العربية تنفذ جمعية في 2006 جمعية رعاية صدر الدارسين والباحثين والمنتجين في هذا المجال مجال الهندسة الطبية حياتي تقنيات والهندسة الطبية الكتاب يتضمن كونسبت أو مفهوم جديد هو اسمه World Blue Drone في الميديكال إكوبمنت اللي هو يصور معايا الهندسة الطبية ببساطة ليش تمر بالليل؟ إيه إيه أكو شو بشر؟ زين الحاصل.
فبما انه نفس الوقت انت مجرد واحد من جهد الفرص وجهد المالي موضوع انه تتحقق الجهه المستفيده قد يكون الجهه المستفيده بس يعني هو ما يشتغل معك ما يجيب جهاز ما اشتغل في قواعد بتقول اذا الجهاز ترى ما اشتغل مضبوط يرجع للصيانه حتى يصلح ويشتغل مضبوط يقدر يحكي على الكونسبت المفهوم مال القياس تبني من المسطره هي ابسط شيء في الحياه في العالم المسطره اللي يقيس فيها الاموال يسعد الى يتكبر ويتم مثل الصناعه البشريه في مثل تطور الجيش العمل مع سؤال أشكركم. شركة سامسونج ميديسون للألتراسوند هي شركة قديمة، شركة ميديسون من الثمانينات،
بعدين قبل 5 سنين اشتريتها شركة سامسونج، كلنا نعرف شركة سامسونج المشهورة، تابلت، موبايل، ال سي دي، ال اي دي والى اخره من الالكترونكس. كونستراكشن عندها شيبس والى اخره من الصناعات. حاليا هي مهتمة بالقطاع الطبي. فاول ما جتني على مود تدخل القطاع الطبي اخذ شركة ميديسون. اوكي، شركة ميديسون هي شركة عملاقة تصنف من 5 شركات بالعالم بالالترا ساوند. اوكي، وهي فيليبس وسيمنز وجي اي والى اخره من الشركات. بعدين شركة سامسونج طورت المجال ما عدا الالترا ساوند، بس بقى قسم الالترا ساوند هو القسم الرئيسي بسامسونج. جابت بورتابل سيتي، جابت اسم مختبرية، جابت دي ار ديجيتال راديوغرافي والى اخره. احنا مسؤولين قسم الالترا ساوند، الشركة الثانية هي وكيت قسم الالترا ساوند الخصوصية بالعالم. هذا الجهاز من احدث الاجهزة عندنا، اسمه يو جي اتش 60. اوكي زين، هو يعني الجهاز صنع وطور بعد ما اشترت سامسونج ميديسون، لهذا في لمسات بين ميديسون تقنيات الالترا ساوند وبين سامسونج التقنيات الهندسيه الاخرى. اوكي، اول مثال هاي الشاشه، هي شاشه ال اي دي. اوكي، شاشه ال اي دي هسه تقولون احنا شنو راح نشوف فيلم او نشوف سينما على مود نهتم شاشه ال اي دي؟ لا، الغرض من شاشه ال اي دي بالالترا ساوند مهم جدا جدا جدا. ليش؟ قبل تعرفون شنو شاشه السي ار تي؟ كاثود راي تيوب. اوكي، واضح الكاثود راي تيوب شنو يميزها عن الشاشات ال سي دي؟ الكونتراست فيها عالي، لانه اكو ضخ الكترونات الى مقدمه الشاشه. اوكي، اكو ضخ الكترونات فيطلع الكونتراست عالي، يعني الفرق بين البلاك اند وايت بالصوره كلش عالي. زين، جت ال سي دي اللي هي يعني باور كونسيومينج اقل من السي ار تي، اكبر، وزنها اخف، ريزولوشن مالها اعلى، بس الكونتراست ظل المشكله الوحيده بال سي دي. اطباء الالترا ساوند اللي مشتغلين على السي ار تي وعلى ال سي دي كانوا يقولوا لي شغله هندسيه مو معقوله، يقولوا لي مهندس عمار السي ار تي اوضح من ال سي دي. طبعا هو هي يعني كنظره طبيب هي مو اوضح، مو ريزولوشن، لا هو الكونتراست كان عنده اعلى بالسي ار تي. زين، سامسونج ميديسون اول شركه بالعالم حلت هذا الموضوع، نفس الريزولوشن مال ال اي دي او مال ال سي دي، جاب شاشه ال اي دي اللي هي لايت ايميتنج دايودز. اوكي، فلهذا هسه راح نشوف صور الكونتراست عالي فيها، اللي هسه راح نشوفه بمناطق جسم الانسان الكونتراست فيها عالي جدا جدا، واحنا اصلا نحتاج كونتراست. كمثال هذا، زين، هاي كدني بالمناسبه، هاي كليه تشوفون التفاصيل ما تعرف، هذا الليفر. اوكي، الكبد، هذا سلايسز من طفل، هاي تقنيه هسه راح نجي عليها بعدين. اوكي، هذا سيست ان ذا بريست. اوكي، هذا كاروتيد شانك. شو تشوفون اكو اللي بدي احكي عليه، انه اكو فد كونتراست عالي بين يميز الاورجن، حتى لو احنا مو اطباء بس احنا بايوميديكال انجينير لازم نكون مطلعين على تشريح الانسان. فاللي شايف الصور مال التشريح راح يميز هاي الاورجنز هي شنو. زين، اوكي، اللي بدي احكي زين، هاي الشغله الاساسيه اللي الشاشه حكينا عليها. الشغله الثانيه هاي التابلت. اوكي، هاي التابلت هي سامسونج تابلت، التاتش مالتها عالي جدا، تسهل هواية امور من شغل الالترا ساوند. قبل كان كل احنا يحتاج الطبيب يشتغل على الدقم هنا، على الكيبورد، على الكنترول بانل. هذا الكيبورد، هذا الكيبورد، هذا الكنترول بانل. اوكي، على مود نكون واضحين. فهسه تشوفون الكنترول بانل شويه فارغه، يعني هدوء اكثر، فيه يقدر يركز بالطبيب اكثر. اكو شغله كلش مهمه، تعرفون شنو تي جي سي بالالترا ساوند؟ تي جي سي هو تايم جين كنترول. اوكي، عادة الانسان في الموضوع هنا هنا يصير مثل هنا يصير على شكل دقة. اي هذا اسمه تايم جيم. احد يقدر يقول لي وين هسه هنا؟ زين، انا راح اقول لكم بكل بساطة، سامسونج سوت تاتش سكرين. اوكي، سوت تاتش سكرين ليش؟ على مود يخدم الطبيب بعدة امور. الطبيب اول شيء، هذا الطبيب هو يعني انالوج، اوكي، انالوج، وطن خارجي. زين، سلايس،
زين هذا كان مشافي هواي احنا انكم مهندسين كان هيك كان اول عطل ممكن يصير بعد سنتين او ثلاث سنوات الجهاز هو زين هذا كان يدخل بيه غبار دست مكان يدخل بيه دست زين اضافه للعطلات هواي ثاني شيء طبيب لازم يغيره حسب الابلكيشن اللي يفحص اذا يفحص ثايرويد استخدام اللينير برو يغيره بطريقه معينه يحركه اوكي اذا يفحص ابدومين باستخدام الكونفكس يغيره بهذه الطريقه وطبعا هذا كله استهلاك وقت هسه حاليا راح اشوفكم اياه هذا السهوله مالته اوكي هذا السهوله زين مو بس هاي الميزه بس انا سويت هيك عجبني اسوي هيك باللينير برو